لماذا توجد صحاري على سطح الأرض؟ انظر إلى الأرض، أليست رائعة؟ فيها محيطات زرقاء وغطاء جليدي قطبي أبيض ومساحات خضراء مرقة وبعض المساحات بنية اللون حيث لا وجود للقدر نفسه من النباتات. لكن لماذا توجد أجزاء قاحلة وأخرى خضراء على سطح كوكبنا؟ أعني أن الصحراء تغطي أجزاء كبيرة من قارتي أفريقيا وأستراليا، لكن هذا لا ينطبق على أوروبا. اكتشف الأوروبيون الإجابة عن هذا السؤال في آخر مكان يمكن توقعه، في المحيطات. عند الإبحار من أوروبا تدفع الرياح التجارية السفن بقوة نحو الجنوب الغربي باتجاه خط الاستواء وتختفي فجأة. هذه هي مناطق الرقود الاستوائي وهي مزعجة للبحارة. أزعجت هذه المناطق أيضاً علماء مثل جاليليو وكابلر وهالي، وجميعهم كانت لديهم نظريات عن سبب هبوب الرياح نحو الجنوب الغربي. هل تتبع الرياح الشمس من الصباح إلى المساء بطريقة أو بأخرى؟ أو ربما يصعب عليها مجاراة الأرض التي تدور من تحتها؟ في عام 1735 توصل محام من لندن هاو لعلم الأرصاد الجوية يدعى جورج هادلي إلى فكرة أكثر ذكاءً. لم تساعد هذه الفكرة في تفسير رياح المحيطات فقط، بل ساعدت أيضاً في تفسير سبب وجود غابات مطيرة على سطح كوكبنا في حزام قريب من خط الاستواء، وكذلك وجود صحراء شمال وجنوب المنطقة نفسها. توصل هادلي إلى أنه نظراً لأن الشمس ترفع درجة حرارة الأرض إلى أقصى حد عند خط الاستواء، فإن الهواء في الشمال والجنوب لابد أنه أبرد ومن ثم أكثر كثافة. وكما يندفع الهواء البارد إلى الداخل عبر باب مفتوح في فصل الشتاء، فإن الهواء معتدل البرودة الموجودة شمال وجنوب خط الاستواء لابد أنه يتدفق نحو الهواء الدافئ في المنتصف حاملاً البحار معه. وفي مناطق الرقود الاستوائي لم يتوقف الهواء فعلياً عن التحرك، بل إنه توجه إلى الأعلى وترتفع الحرارة ليترك الهواء الأكثر كثافة يتدفق من الناحيتين. ومن هنا تظهر المساحات الخضراء والبنية على سطح الأرض، فعند صعود الهواء الدافئ الرطب الموجود عند خط الاستواء تنخفض درجة حرارته. وبما أن الهواء البارد لا يمكنه الاحتفاظ بالقدر نفسه من الرطوبة مثل الهواء الدافئ، فتنزل الأمطار بغزارة بما يكفي لتكوين الغابات المطيرة. عند وصول الهواء الصاعد الجاف إلى ارتفاع 17 كيلومتراً تقريباً يرتطم بطبقة ستراتوسفير التي تعمل كسقف، مما يؤدي إلى انتشار الهواء الدافئ وانقسامه، فبعضه يذهب شمالاً والبعض الآخر جنوباً. مع ابتعاد الهواء عن خط الاستواء فإنه يتخلص من المزيد من الرطوبة من خلال الأمطار فيصبح أكثر كثافة وأبرد قليلاً حتى يجف في النهاية وينزل إلى الأسفل، مسبباً تكون المناطق القاحلة حيث تمتد الكثير من أشهر الصحاري في العالم. يتسبب هذا الحزام الناقل الجوي الضخم الذي يعرف رسمياً باسم خلية هادلي في ظهور كل من الغابات المطيرة والصحاري الاستوائية. لذا فإن مواقع المناطق الخضراء والبنية على سطح الأرض تتحدد نتيجة لكثير من الهواء الساخن.